هللويا، مبارك اسم يسوع. المسيح قام. ما دا اسمع اصواتكم، اريد اهتزاز للكنيسه. المسيح قام حقا. هللويا باسم يسوع. قيامه مجيده على الجميع، ورب يعطيكم نعمه وبركه وقوه ونصره باسم رب يسوع المسيح. خلونا بهذه اللحظه نقف ونقرا كلمه رب، احتراما لكلمه رب. نقرا كلمه رب من 1 كورنثوس الاصحاح 15 العدد من 12 الى 19. انا راح اعطيها لي 20. تقول كلمة رب: ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح هو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. آمين ثم آمين. لولا قيامة رب يسوع المسيح، كلمة رب تقول باطل كرازتكم وباطل إيماننا. لولا قيامة رب يسوع المسيح ما كان عندنا رئيس كهنة. بعبرانين الإصحاح 4 من العدد 14-16 تقول كلمة رب: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله. لأن ليس فلنتمسك به بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطيئة. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه. لولا قيامة رب يسوع المسيح ما كان لنا شفيع. بواحد يوحنا 2:2 هو كفارة لخطايانا، مو بس فقط لخطايانا، لخطايا العالم كلها أيضا. ولولا قيامة رب يسوع المسيح ما كان أكو شخص يدخل فينا في قلوبنا ويقوينا. بغلاط 22 تقول كلمة رب: مع المسيح صلب فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. خلونا بهذا اليوم تقول كلمة رب، تقول كلمة رب: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ كل القبور موجودة أسماء عليها إلا قبر يسوع المسيح، مكتوب عنه ليس هنا هو قام. آمين. بالمسيح قام، حقا قام. رب يبارككم.